صناعة الجلود في المغرب وتحويلها إلى أشكال إبداعية رفيعة هي من الحرف اليدوية التقليدية العريقة في تاريخ المغرب، وهي الصناعة التراثية اللي كتشتد بليها آلاف السياح الأجانب نظرا لطابعها التقليدي الخاص. فالمصنوعات الجلدية تستعمل فيها جلود الخرفان والماعز والبقر بعد مرورها بعملية الدبغ، وكتمر عملية صناعة الجلد بمراحل متعددة ومعقدة في أماكن مخصصة لذلك. هنايا في هذه الصناعة دي تربينا في هذه الصناعة وحياتنا كاملة في هذه الصناعة، خدينا على الوالدين ديالنا هذه الصناعة دي. كان عندي الوالد في الخراجي وبقى لي ذكريات الوالد، وانا دابا خدام كنخدم هذاك الشيء ديال الوالد اللي خلى لي الوالد، لا الماتريال ولا الطوابع ولا محافظ على داك الشيء في التعاونية عندنا في التعاونية المصنعات الجلدية في تطوان. والانواع الجلد اللي كنخدموا هنايا هما يعني انواع الجلد كلها، جميع انواع الجلد، منهم الجلد الغنمي، منهم الجلد المعزي، منهم الجلد البقري. داخل اسوار دار الطباخ تتم دباغه الجلود بطريقه تقليديه معتمده في ذلك على مواد طبيعيه كتكاوت الملح وغيرها. دبغ الجلود كيقطع عدة مراحل، كتبدا بعملية أفزاك حيث كدار الجلود في حفرة فيها الماء، ثم مرحلة الغسل في مجرى مائي، ثم تنشيفها، وكتستمر مراحل معالجة الجلود بين استعمال الجير البلدي ثم فضلات الحمام اللي كتسمى بالدرق إلى أن تصل لمراحل التجفيف والجاهزية. إذا كان تابع الحرفة ديالو تابع المصنوعات ديالو يقدر يعيش مزيان، على حسب هي الصناعة ديالنا دابا هذه مقبولة، وبالخصوص حنا صناعة تطوان، حنا باقي كنطرزو باقي كننقشو باقي كنفصلو بيدنا باقي كنعملو كلشي بيدنا، ما كنعتمدوش على المواكن، قليل فيه كنعتمدو على الماكينه الا كان شي حاجه مثلا شي ساك ولا شي شطرميه ولا شي حاجه هي اللي كنعتمدو على الماكينه، اما تباقي اخر كلشي كنعتمدو على يدينا. كاين السكان، كاين الماليطات، كنصنعو جميع انواع الجلد، جميع انواع الموديلات. حنا دابا في التعاونيه في تطوان مجمع الصناعه التقليديه كنصنعو جميع انواع الجلد، اي شي واحد كيجيب لنا شي حاجه كنعدلوها له. شهرة المغرب الواسعة في صناعة الجلد في العالم كترجع الاهتمام اللي توارثته أجيال متعاقبة لهذه الحرفة، كذلك الإتقان اليدوي اللي مازال الصانع المغربي كيمارسه في هذه المهنة. فإذا كانت هذه الحرفة هي شاهد على استمرارية المكون التقليدي في الصناعة المغربية، فهي شاهدة كذلك على وجود يد مبدعة حافظت على هذه الحرفة، هي يد المعلم.